المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما كان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا